اهلا بيكم، عاملين ايه؟ لما بنجيب سيره الشوايه ولا الصاج نشوي الكبده، لا فراخ، كفته، اي حاجه غير السمك. طب ليه يا جماعه بتيجي نشوي سمك؟ حلو ومفيد وكله اوميجا 3. هنعمل النهارده مع بعض سمك بوري مشوي مقفول زي بتاع بره. اول حاجه هنحتاجها رده، هنفضيها كده. السمك انا غسلاه من بره كويس ويكون فيه ميه. ابدا اغطي الرده كده كلها، اغطيه كده كويس جدا جدا. بعد ما غطيت السمكيه بتاعتي كلها بالرده على الصاج بتاع الشوايه ويكون سخن جدا، هحط شويه زيت صغيرين قوي واحط السمك. ولحد ما السمك بتاعنا يستوي هنعمل دلوقتي الدقه اللي هنحطها عليه. عايزين خل، عصير ليمون، نص كوبايه ميه، شبت متقطع، فلفل رومي او حراق، معلقه ثوم، معلقه كزبره، معلقه كمون، وشطه اختياري. وبعدين هنحط طماطمايه متقطعه صغيره قوي كده، ودي هتبقى الخلطه بتاعه السمك. طبعا السمك ما يحلاش غير بسلطه الطحينه، فعايزين نعمل بقى سلطه الطحينه حلوه كده. عندنا طحينه، هنحط عليها معلقتين زبادي، خل، عصير ليمون، ملح، فلفل اسود، كمون. دلوقتي انا هحط توم باودر، لو انت عايزه تفرمي توم وتحطي فص اوكي، انا هحطها باودر. واقلب كويس قوي، هلاقي الطحينه بتاعتي تقيله. نبدا بقى دلوقتي نزودها بالميه، وكده الطحينه بتاعتنا جهزت. نبدا بقى نحط من الدقه اللي احنا عملناها كده على السمك. الريحة فظيعة والسمك تحفة، اعملوه ألف هنا على قلبكم. إن شاء الله لما تجربوه قولي رأيكم وتابعوني. أشوفكم على خير في حلقات جديدة. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.